بعد يوم من روايات متضاربة بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا كأول مركز حضاري رئيسي تسيطر عليه منذ بدء الهجوم، أعلن حاكم المدينة هنادي لاجوتا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية سيطرت على مبنى الإدارة المحلية في المدينة. في غضون ذلك قالت القوات الموالية لروسيا شرق أوكرانيا أنها ستشن ضربات مركزة على مدينة ماريوبول في حال عدم استسلام القوات الأوكرانية، فيما أعلن مجلس المدينة أن القوات الروسية دمرت الجسور وخطوط السكك الحديدية في المدينة لعرقلة عمليات الإجلاء. ومع مواصلة القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، أفاد مسؤولون أوكرانيون بحدوث انفجار قوي وسط العاصمة بالقرب من وزارة الدفاع، فيما كشف مسؤول دفاع أمريكي كبير أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملموس نحو كييف خلال اليومين الماضيين. من جهتها كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن الرطل الروسي الذي تقدم صوب كييف لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة، كما أفادت مصادر محلية بأن هياكل مدرعات روسية محترقة تماما قد تناثرت على الطريق السريع في بلدة بورديانكا الصغيرة التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب كييف. في السياق قالت شركة بنغلاديش للملاحة إن قنبلة أو صاروخاً أصاب سفينة شحن مملوكة لها في ميناء أوليف الأوكراني المطل على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم. وأوقفت العديد من شركات الشحن الإبحار إلى موانئ البحر الأسود المتضررة من الحرب في أوكرانيا مع ارتفاع تكاليف التأمين، وأصيبت 3 سفن تجارية على الأقل بقنابل منذ 24 فبراير شباط الماضي.